شارك العديد من المتسابقين والمتسابقات في هذه النسخة الثانية في الجانب الفوتوغرافي بحدود محاور مهمة، وخاصة هي محور الزيارات المليونية وأيضا محاور العتبات ومشاهد المقدسة في كربلاء والعراق. يقام مهرجان معرض الصورة الفوتوغرافية للدورة الثانية، حيث تم تحكيم إرسال المسابقة 40 صورة فوتوغرافية، وتم تحكيم هذه الصور وإفراز العشرة الفائزين الأوائل، حيث يتم إعلان النتائج إن شاء الله في نهاية هذا الأسبوع الثقافي.